قام أحد المواطنين بالغناء ونشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن فساد وإهمال الحكومات المتعاقبة على حكم العراق منذ العام 2003 لملف الخدمات والملفات الأخرى. دعونا نتابع. منازل منازلهم غالية كلها وين عنا جود قطعوية هذا الماء ياخذنا وانا انقطع وني صحاو كلها عنا بعد شين هن قضية صحاو كلها عنا بعد شين هن قضية يلا كذا صوت ريفي جميل، نفس الشخص وبنفس الطريقة الساخرة، لكن هذه المرة من داخل بيته الذي فاض بمياه السيول والفيضانات. دعونا نتابع. ويا غرب جرجرتك الهم عياش وانا روح انا وجهالي عياش